اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد في هذه اللحظات الناس كلها محتاجه تطمن وتشوف الاستعدادات. تحرك الاهلي بالتاكيد لاستاد القاهره، المحاضره الرئيسيه، اخبار الفريق في المعسكر المغلق اللي بدا منذ الامس، كمان الاجواء في محيط استاد القاهره الدولي. لذلك في هذه اللحظات برحب بشبكه مراسلينا اللي موجودين النهارده في تغطيه حيه لاجواء وكواليس مباراه الاهلي وصن داونز. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي في فندق اقامه فريق النادي الاهلي، والزميل العزيز فاروق صلاح في محيط استاد القاهره الدولي، وتغطيه اخبار دخول الجماهير والاجواء المحيطه في استاد القاهره الدولي اللي هيستضيف لقاء اليوم ما بين الاهلي وصن داونز. برحب بكم في البدايه، وببدا بك يا كريم، عايز اطمن على اخبار الفريق، الاجواء داخل معسكر الفريق. هل النهارده كانت في زيارات للاعبين وللجهاز الفني كدعم ومسانده قبل التحرك الى الاستاد؟ المحاضره امتى؟ اخر الاخبار والكواليس بالتاكيد من خلالك يا كريم كما هي العاده، عشان نعرف منك ونطمن على اخبار الاهلي قبل يعني ما يقرب من حوالي ساعتين ونصف من مواجهه صن داونز الليله. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، والتحية والشكر موصلين أيضا للزميل العزيز فاروق صلاح ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. يا رب يا محمد النهاردة يكون يوم سعيد وفرحة كبيرة جدا على الشعب المصري بالكامل، وتحديدا على جمهور النادي الأهلي. أملنا كبير جدا في جمهورنا وفي مساندته الكبيرة المعتادة إن شاء الله بإذن الله في مباراة صعبة جدا كالعادة. يعني يمكن زي ما قلنا 180 دقيقة انتهت الشوط الأول، أو انتهى الشوط الأول بكل ما فيه بالنتيجة بأخطاء كثيرة جدا، لكن الحقيقة العذر الكبير جدا لمستر كولر واللاعبين. ضيق الوقت امر صعب جدا، امر نظري فقط لغير بتحاول ان انت تطبق امور عمليه بسيطه في 24 ساعه، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا محمد الشخصيه هي اللي هتحسم هذه المباراه، قلب اللاعبين، رجولتهم، روح الفانيله الحمراء، الاصرار الكبير المعتاد اللي معروف عن النادي الاهلي هو اللي هيقدر يحسم هذه المباراه. لاعبتنا الحقيقه في التدريب الاخير كانت مركزه بشكل كبير جدا يا محمد، وده اللي كان واضح، الكل كان يعني بيدينا اشاره وبيدينا رساله ان شاء الله التاهل يكون من القاهره. وجود الكابتن محمود الخطيب في التدريب الاخير كان ليه رساله كبيرة جدا ومضمونها كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. الاحاديث بتكون سريعه ونظرات بتكون سريعه، لكن المردود بيكون كبير، وده اللي بنعمله ان شاء الله من لاعبتنا، من مستر كولر يكون موفق بمشيئه الله في اختيار التشكيل زي ما قلنا رغم ضيق الوقت، لكن يا رب يكون ان شاء الله باذن الله قدر ان هو يقف على الشكل والخطه والسيستم وتوزيع طريقه اللعب على مدار ال 90 دقيقه. سيناريوهات عديده جدا اكيد مستر كولر محضرها لهذه المباراه. جمهورنا عندنا امل وثقه كبيره جدا فيه ان شاء الله باذن الله، فيا رب النهارده يكون يوم سعيد وعظيم على كل جمهور النادي الاهلي. متواجدين كالعاده محمد طبعا في فندق الاقامه، الامور الاعتياديه طبعا المعتاده قبل المباراه. يمكن اقدر اقول لك المحاضره الفنيه الاخيره هتكون في تمام الساعه 5:30، ومنها مباشره تحرك الى استاد القاهره. عارفين طبعا ان البروتوكول وطبعا واللوائح بتقول ان هيكون الفريق يصل قبل المباراه بساعه ونصف، لكن في تامين شويه بدري شويه عن هذا الامر نظرا لكثافه الجمهور اللي متواجده وممكن تكون متواجده خارج الاستاد، فعشان كده ممكن يعني لعيبه النادي الاهلي او الحافله كلها تتحرك بشكل بدري شويه. يا رب ان شاء الله كل الامور تكون طيبه. طمنك بشكل عام على جاهزيه امام عاشور، شفناه في التدريب الامس الحقيقه ادى اداء طيب ومميز جدا وبيعلن جاهزيته ان شاء الله باذن الله، سواء متواجد على دكه البدلاء او ايضا يشارك في المباراه بشكل كامل. كهربا الحقيقه ايضا كمان ادى تدريب مميز ورائع جدا، الجديه محمد كانت واضحه عند كل لاعبي النادي الاهلي، عشان كده ان شاء الله اي حد يكون متواجد في طبعا اكيد غيابات، كان مستر كولر معودنا لاحتياج المباراه، الراجل بيشوف مين المجموعه اللي تقدر ان هي تادي وتنفذ التعليمات اللي هو بيقولها طبعا في المباراه. فلكن احنا عارفين طبعا في بعض الغيابات وبعض ايضا اللاعبين يمكن خارج القائمه للرؤيه الفنيه طبعا على راسهم الضاوي وكريم الدبيس وكريم ندفد، لكن يا رب محمد الامور ان شاء الله تكون معانا، ويا رب تكون فرحه كبيره جدا على كل جمهور النادي الاهلي. يمكن لفت انتباهي كريم، ومش هطول لك عشان تلحق اكيد تصور الكواليس والمحاضره والتحرك، الكاميرا وهي بتصور كواليس الفريق قبل الدخول للمطعم الكل بيتفاعل مع الكاميرا، يعني كولر ابتسامه، والابتسامه دي بتدي ثقه للجماهير قبل المباراه. خالد الجوادي مترجم الجهاز الفني بيدعي وبيشاور للكاميرا ان شاء الله النصر من عند الله. اللقطات دي اكيد يا كريم وانت بقى يعني لمست ده بشكل مباشر وانت متواجد ما بين اللاعبين والجهاز الفني، الحاله المعنويه عاليه، في تحدي، في اصرار على تحقيق النتيجه الايجابيه اليوم النهارده باذن الله. بالتاكيد يا محمد يعني الثقه موجوده، لكن الحذر الكبير موجود جدا، ويمكن دور المدير الفني تحديدا مستر كولر ان هو بيرفع الضغط بشكل كبير من اللقطات البسيطه جدا دي، بتدي رساله للجمهور، بتدي رساله للعيبه ان التركيز في 90 دقيقه فقط لغير، قبل المباراه ركز لكن التركيز ما يبقاش زياده بشكل كبير. الحقيقه الراجل بيتعامل في هذا الامر بشكل مميز جدا، لعيبتنا كمان يعني ما بتشوف الابتسامه البسيطه هي ابتسامه فيها ثقه لكن فيها حذر، فيها هدوء لكن فيها رغبه وفيها امل كبير جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. الخبرات اللي متواجده
محمد اللي فريق النادي الاهلي مع الجهاز الفني اللي يمكن بيأدي اداء مميز جدا على الجانب النفسي تحديدا في ظل الصعوبه والتلاحم الكبير جدا من المباريات. لكن بقول لك هي رساله مهمه جدا. مستر كولر معودنا الجوادي الحقيقه على طول بيتفاعل مع الكاميرا من نوع من اللي شايفه من مستر كولر، ويمكن كمان هو الراجل يعني عنده هذا الامر، بيحاول ان هو يدي الرساله ان هذه مباراه صعبه، لكن لابد ان انت تكون مركز لكن تركيزك ما يكونش عالي. عشان كده ان شاء الله الخبرات المتواجده مع لعيبتنا باذن الله تترجم في 90 دقيقه. بنامل ان شاء الله ما نوصلش لاي امور ثانيه، نقدر ان احنا محمد بمشيئه الله ان شاء الله نحسم هذه المباراه من خلال 90 دقيقه بالجديه والحماس والرجوله المعتاده عن فريق النادي الاهلي وبجمهورنا العظيم اللي بنراهن عليه ان شاء الله في هذه المباراه. كريم انا بشكرك وكل التوفيق يا رب للاهلي النهارده في مباراه صن داونز. اروح مباشره ايضا الى الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي، وانا موجود حاليا في محيط استاد القاهره عشان نطمئن.